منتجين وخلينا نشوف واحدة من فقراتنا أسر منتجة ونرجع نستكمل من بعد صباح الشروق. تابعونا. أنت ذكرت إنه من الحدادة عملت الروضة والآن العام الدراسي بدأ. كلم لنا عن الروضة. الروضة طبعاً لما أي زول يجي داري يبدأ بدايتها بتكون صعبة لأنه أي حاجة فيها مكلفة. يبقى بعد ذاك إنه عنده تصميم لازم يصل بيصل. الفكرة جات من وين فكرة الروضة؟ الفكرة جات والله أنا أصلاً زوجتي أستاذة وقلنا بدل يعني تشتغل مع الناس افضل تشتغل في حقها. قمت عملت الروضه على اساس انه هي تشتغل فيها. يا سلام، التحيه لزوجتك الاستاذه ولكل الاساتذه في داخل الوطن وخارج الوطن الحبيب. السوق طالع ونازل، كيف قدرت تعيش مع الواقع؟ نحن طبعا لما يجينا شغل كبير بنتفق عليه، اما لما تيجي حاجه كبيره حاجه صغيره بنقول للزول بس سهله. السهلة دي يعني لو اداك تاني بعد اداك 100 جنيه انت بتقبلها ودي بتمشي معانا بالبركة. اما لما يجيني شغل كبير في شغل في عمارة في ده بنتفق عليه اتفاق بيكون اللي هو بيقول عليه جوال، بنقاول جوال عديل بنقوم نطلع قروشنا منه. بعد ذاك قروشك دي يا اما انت قضيت اكل وشراب يا استفدت منها في حاجة تانية. نعم، منو الداعم الرئيسي لك في الفكرتين الحدادة والروضة؟ والله كله الفضل يرجع لنسيبتي. لا، التحية لنسيبتك من هنا، احنا بنحييها. شنو اللي بتطمح له مستقبلا انك تصل له من خلال الروضة والحدادة؟ والله من خلال الروضة ومن خلال الحدادة بطمح لانه الناس تقيف مع بعض. هسه احنا عندنا في الروضة عندنا مبدأ انه اليتيم مجان في الروضة، العام الدراسي بتاعه مجان كويس، دارين نكفل ديل. بعد شويه نشوف الناس الظروف تعبانه برضه بنكفلهم. يعني ده من خلال دي انا دار اقوم اطور حياتي بانه شنو بانه انا اشتغل ذاك. احنا شاكرين لك، وكلمه اخيره. والله يا انا غايته بقول انه الناس الواحد لما يخوض هدف قدامه لازم يزعى وراه، ولما يزعى وراه بحققه. لكن انا ما اقوم اخد هدف واقول يا اخي براو بيتحقق ما بيتحقق.